قضايا الشباب. قضايا الشباب، قضايا الشباب، برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب. قضايا الشباب. مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامج قضايا الشباب. وأكيد الحرب التي تشهدها البلاد أجبرت آلاف الشباب إلى مغادرة البلاد بحثا عن الأمان والمستقبل، فطفق بعضهم يبذل جهدا في ضروب الحياة المختلفة لخلق واقع يستطيع من خلاله أن يواصل عطائه في هذه الحياة. من بين هؤلاء الشباب ابن مدينة زالنجي محمد برا. محمد برا شاب تخرج من كلية الهندسة جامعة نيالة وانخرط في العمل الطوعي لخدمة الإنسانية، ولكن بعد اندلاع حرب 15 أبريل أجبر على مغادرة البلاد إلى كمبالا، وهنا في كمبالا ظل مواصلا عمله الطوعي في منظمات المجتمع المدني لخدمة الإنسان السوداني في وسط دارفور. أخيرا تم انتخابه سكرتيرا عاما لنادي بياس للسلام بدولة رواندا. مستمعينا الأفاضل، في هذه الحلقة نستضيف محمد برا لنقف معه على تجربته إلى أن وصل سكرتيرا عاما لنادي بياس للسلام بدولة رواندا. وأكيد لما تذكر رواندا الحديث سيجر مباشرة إلى تحقيق سلام بعد معاناة كبيرة. بداية محمد برا، مرحب بك في برنامج قضايا الشباب عبر راديو دبنجا. عرف المستمعين عن محمد برا. مرحب بك أستاذ مهدي بو. أنا سعيد جدا أني أكون في ضيافتكم، وبرضو أبرك بأنهي كل المستمعين داخل السودان وخارج السودان، ونتمنى أنه الحرب تجيف والناس تقدر ترجع لبيوتها آجلا. محمد برا، كده حدثنا عن الظروف التي أجبرتك إلى مغادرة السودان. أكيد مثلك مثل بقية السودانيين الحرب هي السبب الأساسي، لكن حدثنا عن ظروف خروجك إلى دولة أوغندا. الرحلة هو بدأت من وسط دارفور زالين، وكأي سوداني يعني لجأ من ولاية الحرب ما بعد اللي هو 15 أبريل. كنا موجودين في زالين، وكنت قاعد لغاية الشهر الثاني من الحرب اللي هو لغاية يوم 17/5. بعد ذاك اللي هو اتحركت وبدأت الرحلة بتاعي من اللي هو من زالينجي أنا ومعي أصحابي. وصلنا يوغندا اللي هو في بداية شهر 6، يوم 1/6 وصلنا يوغندا. وزينا وزي برضو كل اللاجئين السودانيين الموجودين في مختلف البقاع، يعني بيبحثوا عن الأمان وكذلك بيبحثوا عن السبل لتحقيق أحلامهم، وبرضو في إنه يساعدوا السودانيين المتضررين من الحرب الموجودين يعني لسه ما قدروا يطلعوا السودان. طيب بعد ما وصلنا لأوغندا برضو لأنه مهمومين بجلاشة السوداني، وبرضو الأوضاع الإنسانية المأساوية بيش السودانيين وبالأخص في دارفور، لأنه برضو الأوضاع هناك أكثر سوءا، وبرضو ما في أي ممرات إنسانية في المساعدات الإنسانية تدخل في دارفور. فبدأنا في أنه نشتغل على تنسيق الجهود فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية مع المنظمات والهيئات الأممية، وده برضو من واقع اللي هو التجارب الطوية اللي اشتغلناه في السنين الماضية. قدرنا أنه نسهل التدخلات ونساعد المتضررين في مناطق مختلفة في دارفور، وبالأخص في وسط دارفور في زالين. نعم برا، يعني الشيء الملاحظ بعد وصولك إلى يوغندا لم تتوقف عن عملك في المجتمع المدني والعمل التطوعي لخدمة إنسان ولاية وسط دارفور. كده حدثنا عن تجربتك في هذا العمل، وكيف تقيم
أدائك وأنت هنا في كامبالا مقارنة بوجودك هناك في وسط دارفور على الأرض مع الشرائح التي تتطوع لمساعدتها؟ الظروف في أوغندا هي يمكن يكون مختلفة شوية من الظروف في السودان بكل تأكيد، يعني لأنه الوضع فيه سهولة بتاعت إنك تقدر تصل للمؤسسات بشكل أو بآخر، وكذلك برضه في سهولة بتاعت إنك أنت تتألم وتطور من المهارات اللي هو بتساعد في إنك أنت تقدر تساعد بيه اللي هو المجتمعات بشكل عام. فاللي هو التنسيق بتاعت الجهود بتاعنا هو يعني بالفعل أدفع، فقدرنا نعمل حاجات كتيرة هي كان أصلا ما هنقدر نعملها في السودان في ظل الظروف الاستثنائية وفي واقع الحرب وغيره. فبالتالي يعني أنا بالنسبة لي واحدة من النجاحات الكبيرة جدا إنه الشباب قدروا هم يطلعوا، وبذات في ذات الوقت هم شغالين على قضايا مجتمعاتهم في إنه هم يعني يوصلوا، سواء كان الناس شغالين في تنسيق الجهود الإنسانية إنه يوصلوا المساعدات الإنسانية، والناس الشغالين برضه في جهود إيقاف الحرب، وكذلك برضه الناس الفاعلين في المجتمع بشكل عام. أنا بالنسبة لي هي جهود جبارة جدا، وهي تجربة مختلفة تماما، لأنه يعني أنت لما تجي وتشوف السياق بتاع يوغندا وشرق أفريقيا بشكل عام، بكل تأكيد اللي هو النظرة والتفكير بشكل عام هو هيتغير، وبالتالي برضه يعني زي ما قاعدين نقول إنه يعني لما نرجع السودان ما هنرجع كسودانيين قبل ما نطلع من السودان، بالتأكيد هنرجع ونحن يعني عندنا اللي هو الأفكار الجديدة فيما يتعلق برضه بالتعايش السلمي والسلام وغيره من الحياة. والمجتمع اليوغندي هو خير نموذج، يعني نموذج في التعايش السلمي فيما يتعلق في جوانب مختلفة جدا في الحياة يعني. فأنا بالنسبة لي ده من الحاجات الكويسة جدا، وقدرت تفتح آفاق بالنسبة للسودانيين وتفتح برضه أبواب تانية، وإن الناس تقرأ برضو اللي هو الأسياق بطريقة مختلفة جدا من اللي هم كانوا قاعدين بيشوفوه. بر في السياق الشخصي، يعني بعد ما وصلت إلى كامبالا نلاحظ أنك انخرطت كذلك في أنشطة لتطوير الذات ورفع القدرات، يعني حدثنا عن الجوانب دي وكيف اشتغلت على نفسك في مختلف المجالات. جانب التطوير الشخصي هي واحدة من الحاجات المهمة جدا في إنه لكل شاب سوداني او لكل زول يعني طموح مفروض انه هو بشكل مستمر مفروض يحسن من المهارات والقدرات التطويريه بتاعه، لانه برضه المعرفه هي ما وقف، فكل مره في تطوير في مجالات اللي هو سواء كان المجالات اللي انت بتشتغل فيه او هي مجالات ثانيه انت ما كنت شغال فيه قبل اليوم. فبالتالي يعني لازم تسعى في انك انت يعني تتحصل على المهارات الجديده اللي بتخليك انك انت تقدر من خلاله بتقدم اللي هو مساعدات بالنسبه للمجتمعات. اللي هو برضو الشغف والوضع المأساوي في السودان هو برضو احيانا يعني بيديك دافع كبير شديد في انك انت تتحرك يعني بشكل مستمر، في انه لازم تأهل نفسك وتزيد المهارات والقدرات اللي ممكن بعد ذاك تقدر تساعد بيه ناس. انا على الصعيد الشخصي هو بعد ما وصلنا هو بدأنا في الجوانب التطويرية، ومن ضمنها اللي هو تحسين اللغة الإنجليزية، ده يمكن يكون واحدة من الحاجات اللي ركزنا فيه وركزت فيه أنا بشكل شخصي إنه لازم يتحسن. بعديه وبعد ذاك في جوانب تانية عندها علاقة برضه بجوانب توعية، وعندها علاقة برضه بالمجال اللي أنا شغال فيه، وخصوصا لأنه أنا قريب شديد لمجالات السلام وغيره ومجالات التنمية وقضايا الشباب. بر يعني انتقلت إلى رواندا، كده حدثنا عن المناسبة، شنو خلتك تمشي رواندا بداية؟ بالنسبة لرحلتي لرواندا هي يعني الرحلة بدأت من يوغندا عبر دعوة مقدمة من معهد السلام الرواندي. معهد السلام الرواندي قدمت لي دعوة لحضور اللي هو برنامج اسمه اللي هو زمالة السلام، بيقولوا اللي هو البي بي اي. وزمالة السلام هي من ضمن الزمالات العريقة جدا في شرق افريقيا، واللي هو بعد ذاك بيدوم شباب من دول افريقيه مختلفه، وشباب فاعلين برضه في مجال بناء السلام، في مجال تنميه المجتمع وغيره. بعد ما الدعوه وصلتني وسافرت لرواندا لاول مره انه انا اسافر رواندا، وقدرت اتلاقى مع شباب من كذا دول افريقيه، اللي هو شباب من كينيا، من يوغندا، من كونغو الديمقراطيه، من تنزانيا، ومن بوروندي، ومن الصومال، ومن رواندا، ومن جنوب السودان، وانا من السودان. البرنامج هو مصمم
على دراسة التجربة الرواندية في بناء السلام وتحقيق التنمية وبعض الإبادة الجماعية. وخلال البرنامج يعني بتهلك المساحة في إنك أنت بتزور اللي هو المتاحف بتاعت الإبادة الجماعية وكذلك المقابر الجماعية، وكذلك برضو بديك مساحة بتاعت إنك تدرس تجربة رمضان ده فيما يتعلق برضو بتحقيق العدالة، وفيما يتعلق برضو ببناء السلام وتحقيق التعايش السلمي بين المجتمعات المختلفة. والمعروف إنه رواندا هي واحدة من الدول اللي يعني مرت بتجربة برضو هي قريبة للظروف اللي هو اللي حسي حاليا اللي احنا بنمر بها في السودان يعني، فبالتالي هي أقرب لأنه التجارب تنعكس يعني في السودان بكل تأكيد، يعني لأنه في المرحلة الحالية اللي احنا بنبحث عن كل الطرق بأننا يعني نخفف معاناة الشعب السوداني وبرضه بنحقق في تطلعات الشعب السوداني في السلام وفي التنمية. ربما يتساءل الشباب يعني لماذا من بين ممكن يكون آلاف الشباب السودانيين هنا في كامبالا، لماذا تم وجهت الدعوة لمحمد برا دون غيره من بقية الشباب؟ هل هو مسألة بتاعت ضرب من ضروب الحظوظ، أم المسألة متعلقة بالجهد الذي أنت ظللت تبذله في مجال بناء السلام؟ بالنسبة للطريقة الاختيارية بالنسبة للبرنامج هي كانت يعني مختلفة، وهي ما عندها علاقة بالحظوظ، لأنه البرنامج في تزميمه وفي المانديت بتاعه بشكل أساسي هو بيعتمد على إنه يتم اختيار الشباب الفاعلين في المجتمعات بتاعهم، واللي هم برضه إنهم سجل تطوعي وبرضه إنهم سجل بتاعت أعمال سابقة في المجتمعات بتاعهم فيما يتعلق ببناء السلام والتعايش السلمي في المجتمعات. فبالتالي المجهودات اللي بيتم بذلها من الشباب واحدة من الحاجات اللي بيأهلك في إنك أنت يعني ممكن تجتاز المنافسة الكبيرة، يعني في منافسة كبيرة جديدة بيتري بعد ذاك، بعد المنافسة بيتم فرز اللي هو الدعوات، ومن ضمنه بعد ذاك بيتم اختيار الزول اللي هو الزول الفايل بشكل أساسي وعنده سجل بتاعت أعمال تطوعية زي ما أنا ذكرتها، وبرضه يعني عنده اللي هو يعني رؤية في إنه في تحقيق السلام وبرضه في قضايا تنمية المجتمع بشكل عام. فبرضه يعني هو الفرصة ده للشباب في السودان بشكل عام، ولسه يعني هو معهد السلام الرواندي يعني سنويا بيكون عنده فرص، الفرص ده بيتم إعلانها، وبعد ذاك برضه يعني بعد ذاك بيتم تقديم الدعوات بالنسبة برضه لشباب فاعلين آخرين برضه إنه هم يعني يكتشفوا تجربة رواندا فيما يتعلق ببناء السلام وبناء النسيج الاجتماعي في رواندا. يمكن تحدثنا محمد بر يعني بعد أول دعوة لك لرواندا المشاركة اللي تمت كده، حدثنا عنها والفاعلية اللي تمت فيها، شنو بالضبط اللي وجهت إليك بموجبها هذه الدعوة؟ الدعوة هي كانت مخصصة اللي هو لبرنامج اسمها PBI اللي هو زمالة السلام، والزمالة هو مستهدف اللي هو الشباب الفاعلين في بناء السلام وتنمية المجتمع في إفريقيا. وفي الزمالة ده كنا اللي هو من 9 دولة، كنا شباب من 9 دولة إفريقية. الحاجة الفريدة في الزمالة إنه يعني اللي هو التبادل الثقافي وتبادل الخبرات اللي هو التطوعية، وكذلك برضو الخلفيات المختلفة الجايين بيه اللي هو الشباب ديل من الدول بتاعهم المختلفة، فهم شباب يعني فاعلين ولهم أدوارهم المختلفة في المجتمعات بتاعهم سواء كان القائدية أو المجتمعات الأخرى، فهم شغالين بشكل مستمر في إنه هم يرسقوا اللي هو النسيج الاجتماعي، وكذلك إنه يبنوا السلام، وكذلك برضو إنه منهم إسهاماتهم في التنمية وغيره. طيب من خلال البرنامج قدرنا ندرس تجربة رواندا فيما يتعلق ببناء السلام اللي هو من الإبادة الجماعية لبناء السلام وللنهضة والتنمية. والمعروف إنه حاليا رواندا هي من الدول الإفريقية اللي بتقدر تطلق عليه إنه fast growing economic أو اللي هو حاليا ماشي في تنامي اقتصادي جميل جدا، وده برضو بفضل الجهود اللي هو البذلوا الرواندين. يعني التجربة الرواندية هي تجربة برضو يعني كانت قاسية جدا على الرواندين، وكونوا إنهم يطلعوا من المرحلة بتاعت الإبادة الجماعية لمرحلة بناء السلام وكذلك بعد ذلك لمرحلة التنمية، هي بالتأكيد في جهود كبيرة جدا تم بذلها، والجهود ده على رأسهم اللي هو الشباب هم بيبذلوا الجهود ده في إنه يحققوا السلام ويحققوا التنمية. بالنسبة لي يعني التجربة كانت كويسة جدا، وكذلك برضو الحاجة الفريدة في التجربة إنه متاهي في الإبادة الجماعية،
وبرضه لأن الرواندين هم بطبيعة الحال إن المقولة مش كل قاعدين يقولوا، قاعدين بيقولوا نيفر أجين رواندا، يعني إن هم هيرجعوا زمان، فبالتالي يعني عندهم أيام تذكارية بيعملوه في العصرها. كذلك برضو المتاحف بتاعت الإبادة الجماعية في أي منطقة وفي أي اللي هو في أي مقاطعة من مقاطعات رواندا بتلقى إنه في متحف بتاع الإبادة الجماعية، ده كله إنه يذكر الشعب الرواندي إنه والله التجربة كانت قاسية جدا وسيئة، فبالتالي المفروض ما نرجع للتجارب السيئة ومفروض نمشي وننحت في الاتجاه بتاع التنمية والسلام وخير. بعد وصولك وانضمامك لهذه الزمالة، تم انتخابك سكرتيرا عاما للنادي بياس للسلام اللي تابع لهذا المعهد. كده حدثنا عن هذه التجربة وكيف تم انتخابك وكيف الظروف التي تمت فيها هذه الانتخابات. بالنسبة للزمالة هي مدتها أسبوعين، من خلاله بينعكس فيه التجربة الرواندية والناس بتدرس التجربة الرواندية، وكذلك برضو بيكتشفوا كل التجارب الأخرى اللي ساهمت في إنه رواندا تنحت من مرحلة الإبادة الجماعية لمرحلة اللي هو بناء السلام والتنمية. أما فيما يتعلق بالرحلة الثانية واللي هو هسه حاليا أنا موجود في رواندا، بدأت اللي هو بعد ما رجعت من الزمالة، وكنت بفكر بشكل جادي في إنه تجربة رواندا هي تجربة مفروض يعني يتم دراستها بشكل بتعني، وكذلك برضو مفروض إنه يتم أكثر التجربة ده للمجتمع السوداني في إنه يتحقق أعماله في السلام وفي التنمية وغيره. بعد ذلك حصلت على منحة لدراسة اللي هو السلام والتنمية الدولية بمعهد العلوم الإنسانية بياس. لما وصلت للمرة الثانية رواندا واللي هو في جامعة بياس، والجامعة يعني هي جامعة قليل من الطلاب الدوليين، في طلاب من 9 دول إفريقية، وكذلك فيها برامج بتاعت التبادل الأكاديمي من ألمانيا ومن اليابان، في طلاب من ألمانيا وفي طلاب من اليابان وفي طلاب من 9 دول إفريقية. فالجامعة هي عبارة يعني ساحة بتاعت تبادل ثقافي وكذلك بتاعت تبادل تجارب و اللي هو وخبرات، يعني سابقة من خلال اللي هو التداخل الثقافي والتداخل. من الحاجات الكويسة جديد واللي حصلت لي في الجامعة إنه جامعة رحبت بي، يعني عملت يعني ترهيب كطلاب يعني دوليين جينا، وكان الترهيب حار جدا برضو، كان لانه اول سوداني انه يدرس في معهد اللي هو بياس بالنسبه للعلوم الانسانيه. في سودانيين كتار قاعدين يدرسوا في رواندا هنا لكن في جامعات ثانيه، لكن بالنسبه لي كاول طالب انه يدرس في المعهد ده، فكان الاستقبال حار جدا. تجربتي بالنسبه في الجامعه هي يعني تجربه انا بالنسبه لي فريده جدا، لانه قدرت يعني ادرس تجارب مختلفه. الطلاب الدوليين جايين من 9 دول افريقيه، في طلاب جايين من اللي هو من دي ار سي من كونغو الديمقراطيه، والكونغو الديمقراطيه هي برضو يعني اللي هو السياق اللي هو سياق الصراع في كونغو الديمقراطيه هي اشبه بسياق الصراع في السودان، لانه برضو يعني في ظروف يعني متقاربه ما بين الكونغو الديمقراطيه وما بين السودان. فبالتالي لما انت يعني تكتشف تجارب مختلفه والطرق في ان هم قاعدين يعني بيعالجوا اللي هو او الطرق بتاعت ان هم يعني بيفدوا النزاعات كيف، بيعالجوا المشاكل البسيطه كيف، بيعالجوا المشكله بتاعت النسيج الاجتماعي والتعايش السلمي ما بين المجتمعات بتاعهم بهذه الطريقه، ده حاجه كده فريده جدا، وبالتاكيد يعني بتفي مهارات اضافيه. بالنسبه لنادي السلام اللي هو الرواندي بياس، هو نادي تاسست في 2013 من طلاب المعهد ذاتك، وبعد ذلك بتمويل من البيس اليابانيه في رواندا، وكذلك برضو التعاون الالماني في رواندا الجايزه. حاليا النادي هي اصبحت منظمه اقليميه بقياده شبابيه، بيشتغل انشطه في 3 دول اللي هو في بروندي في كونغو في رواندا وفي اوغندا. اللي هو المانديت الاساسي بالنسبه للنادي هي بتشتغل مع المجتمعات القائديه في بناء السلام وتعزيز التعايش السلمي في الاماكن المختلفه يعني داخل رواندا، وزي ما انا ذكرت برضو في الدول المجاوره بالنسبه لرواندا اللي هو في بوروندي وفي كونغو وفي اللي هو في اوغندا. وبرضو بتشجع الشباب او للسلام وفض النزاعات. برضو النادي نفذت مشاريع عديده يعني خلال الفتره الطويله للنادي، وكذلك برضو هسه حاليا في تخطيط بالنسبه للمشاريع جديده المفروض تتنفذ برضو في رواندا، وبتنفذ برضو في المناطق الاخرى اللي هو نادي عندها نشاطات. ترفيهي بالنسبه للنادي، لما وصلت الجامعه
انبهرت بالنشاطات والفعاليات اللي بيقوم بها اللي هو نادي السلام فيما يتعلق ب اللي هو الأنشطة اللي بيقوم بها مع المجتمعات القائدية في التعايش السلمي. بعد ذلك لقيت دعم كبير شديد من أساتذة وأعضاء سابقين للنادي بأنه هما يعني طالبين أنه أنا المفروض أترشح لقيادة النادي في الدورة الحالية. وبعد ذلك لأنه في منافسة كبيرة شديد فيما يتعلق بقيادة النادي، لأنه بعد ذلك أنت بتيجي تعمل يعني حملة دعائية فيما يتعلق بأنك أنت بتحدث الناس التانيين وتوريهم بالخطط الاستراتيجية اللي أنت محتاج تقوم بيها لما تجي في قيادة النادي دي بتعمل شنو يعني. وكذلك برضو المنهجية المفروض تستضمن في أنك أنت تنفذ المشاريع المختلفة وتضمن برضو نجاح واستدامة المشاريع ده. وكذلك برضو القيمة المفروض انك تضيفها بالنسبه للنادي برضه كزول قائد بالنسبه للنادي، المفروض انك انت يعني يكون عندك اجابات واضحه ومقنعه بالنسبه للجمهور وكذلك بالنسبه لاعضاء النادي وكذلك بالنسبه للجمعيه العموميه بالنسبه للنادي. بعد ذلك نزلنا الانتخابات، والانتخابات زي ما ذكرت انه كان فيه منافسه عاليه شديد، ولكن بعد ذلك بيتمد على الحمله الانتخابيه اللي انت بتعمله وبرضه في انك انت محتاج تعمل شنو، لانه برضه الناس يعني بتؤمن بالافكار بتاعتك انك انت فعليا عندك رؤيه وعندك استراتيجيه وعندك اهداف واضحه محتاج دير تحقيقها، وبرضه لمسات اضافيه جديده قدرت افوز باعلى صوت في الانتخابات. وده كان موضوع فخر بالنسبه لي يعني كزول سوداني يعني جاي من ظروف بتاعت حريب، وبرضه يعني اول لي مره انه يحصل لي اندماج مع المجتمع الرواندي، وبرضه قدرت انه يعني ترشح وقدرت افوز، وده حاجة كويسة جديدة بالنسبة لي لأنه برضو أداني دافع كبير شديد في إنه التجربة بإمكانها إنه تنعكس في السودان، وكذلك برضو إنه تجربة النادي ده هي ممكن تجربة يستفيد منه الشعب السوداني ما فقط الشعب الرواندي والدول الثانية. كده على الأقل أدينا ملامح لبرنامجك الانتخابي الذي أقنعت بموجبه الجمعية العمومية واللجنة التحكيم في إنه يتم اختيارك رسميا في قيادة النادي. كده حدثنا عن ملامح هذا البرنامج الانتخابي. طيب بالنسبة لملامح البرنامج الانتخابي اللي هو أنا مستند على حاجتين اللي هو الانكلوسيفيتي الشمولية وكذلك اللي هو السستينابيليتي. أنا كنت يعني بشدد على الحاجتين دين اللي هو على الاستدامة وبشدد على الشمولية. من خلال تجربتي مع النادي في الفترة البسيطة قدرت أعرف إنه النادي كانت له نشاطات يعني ومشاريع كبيره جدا اللي هو فيما يتعلق في رواندا وكذلك برضو في الدول المجاوره. النشاطات دي بدات تتقلل اللي برضو لظروف عندها علاقه برضو اللي هو بتسميم النشاطات ده وتسميم المشاريع ده، فبالتالي التركيز كان كله بيدور حول رواندا. والفكره الاساسيه في انه لازم يكون في انكلوسيفيتي اللي هو برضو في الدول الثانية اللي هو بوروندي، واحدة من الدول اللي هي حاليا برضو عندها صراعات كثيفة داخليا، كونغو معروفة برضو تاريخيا عندها صراع وما زال للآن قائمة وغيره. فبالتالي تنفيذ المشاريع في المناطق دي هي بتساهم وبتفي قيمة أكبر في للمجتمعات المحلية اللي هي عايشة في الهتاد وبالأخص المجاورة بالنسبة للحدود الرواندية، إنها هي يعني تزيد من النسيج الاجتماعي بتاعه، وكذلك برضو في انه يساهم في عمليات بناء السلام. بالنسبه للخطه بتاعتي الاستراتيجيه او الحاليه انه هنزيد من اللي هو المشاريع فيما يتعلق بالمناطق التمزق، ولا الاب التركيز كان بيكون برضو في المقاطعه اللي هو الجنوبيه، المرات الجايه هنطلع برضو هنمشي المقاطعه الغربيه، هنمشي مقاطعات ثانيه ومدن ثانيه في رواندا في اننا ننفذ المشاريع. البرنامج الأخير برضو كان له علاقة بالمانيين اللي بيدعموا النادي ذاتك، اللي هو في كل مرة في مسترجع بالنسبة للدعم بيرجع بالنسبة للماني لأنه ما بيتم استقلاله في تنفيذ المشاريع. وده واحد كان من المشكلات لأنه يعني كل مرة في دعم أساسي اللي هو في فانكس بينزل بالنسبة للنادي من قبل اللي هو البيس اليابانية وكذلك برضو من الشركاء التانيين اللي هو التعاون الألماني الجائزة، وما بيتم استغلال المنحة ده في انه يتم تنفيذ انشطه وتم تكثيف اللي هو المشاريع، فبرجع كمسترجع. وده واحد من المشكلات برضو في انه في المره الحاليه هيتم برضو زياده اللي هو المشاريع وزياده النشاطات المفروض يتم تنفيذها بالمنح، وكذلك برضو في انه
نوصي اللي هو النشاطات بتاعت النادي، لانها هي من انها هي شغاله برضو في الحتات اللي تم ذكرها ده، لانها تسال برضو في اليمنات الثانيه. يعني في خطتنا برضو شايفين انه نسل دول ثانيه في شرق افريقيا، نسل كينيا، نسل تنزانيا، نسل يوغندا، وكذلك برضو انه نخلق علاقات يعني ما بين السودان وما بين اللي هو ما بين رواندا، وكذلك الدول الثانيه فيما يتعلق باللي هو قضايا السلام والتنميه وتعزيز التعايش السلمي بين المجتمعات. نعم، بر السؤال المحوري هنا، نحن في السودان في وضعنا الحالي أكثر حوجة للسلام، وكيف يتعامل السلام في السودان؟ كيف إحنا في السودان نقدر نستفيد من هذا النادي، في من تجربة رواندا العريقة في هذا المجال؟ إحنا كيف نقدر نستفيد من هذا، من وجودك حتى في هذا النادي؟ إحنا كثير ما نتكلم عن إنه نحاول ننقل التجربة الرواندية للسودان في السنوات السابقة، إلى أن زي ما بقول وقع الفاس في الرأس، والآن وصلنا مرحلة صعبة جدا من كيف يعني ننقل التجربة الرواندية دي من خلال هذا النادي إلى السودان؟ شكرا على السؤال. من خلال النادي ممكن نقدر ننقل اللي هو التجربة بتاعت تجربة رواندا إلى السودان، وده فرصة كويسة شديد، لأنه أنا بصفتي كأول سوداني برضه يكون في قيادة النادي، أنا بالنسبة لي ده واحد من اللي هو التجارب والخبرات العظيمة اللي هو عداك عبري أنا ممكن يعني يتنقل التجربة ده، وكذلك برضه يتم تعميم التجربة ده بالنسبة لكل السودان فيما يتعلق بنشاطات ومشاريع النادي ذاتك. واحدة من الحاجات اللي أنا كنت بفكر فيه إنه الفكرة بتاعت نادي ذاتك ممكن تتنقل للسودان، ومونديت مختلف ممكن يشتغل على المجتمعات المحليه، وكذلك يشتغل في انشطه مماثله للانشطه اللي هسه حاليا قاعدين نقوله في رواندا وفي المناطق الثانيه، برضه هتشتغل في السودان، وبشكل يعني اللي هو بعد ذاك ممكن قيمة انه يعني يغير مفهوم الشعب السوداني فيما يتعلق ببناء السلام والتعايش السلمي. برضه لانه التجربه بتاعت رواندا هي تجربه سريه جدا، وهي يعني قليل لتجارب كثيره يعني محليه تم دمجها في تجربه كبيره، اللي هو برضه انه اللي هو التجربه نظام العداله المحليه اللي هو بيقول له قشاشه، وشيء نموذج يعني محلي قدر يحقق نجاحات كبيره جدا في برضه في انه يحقق اللي هو العداله بالنسبه للمجتمع الرواندي، وده برضه واحده من التجارب المفروض انه يتنقل عن طريق النادي، عن طريق انه هو النادي هيكون في علاقات وثيقه ما بين النادي وما بين الشباب التوئين في السودان، في انه هم يعني بيتطوروا في انه يشتغلوا على قضايا بناء السلام والتعايش السلمي، وبكل تاكيد يعني هيكون في مسانده وفي دعم من قبل نادي السلام، وكذلك من قبل الاعضاء السابقين بالنسبه للنادي هيقدموا دعومات، هيقدموا برضه مواد تساهم برضه في انه ينقل التجربه من خلال الاطلاع ومن خلال القرايه. طيب برضه في نموذج تاني، في برضه نموذج محلي في رواندا بيقول لهم موغاندا، بوغاندا دي الموغاندا دي هو نموذج محلي ساهمت في انه يعزز التعايش السلمي بشكل كبير شديد في رواندا، اللي هو بعد ذاك هو الفكره الاساسيه بتعتمد على انه الرونديين كل ما هيطلوا في يوم واحد بيطلوا في يوم واحد بيقول له بوغاندا دي، موغاندا دي في موغاندا دي بيطلوا كلهم في الشوارع في انهم هم ينظفوا. الغرض الاساسي هو النظافه في نفس الوقت، وفي نفس الوقت يعني تعايش سلمي، يعني انت زول عندك اسبوعين ما لقيته، عندك 3 اسبوع ما لقيته بتلاقيه في البوغاندا دي ده. فبتلقى انه اللي هو في نموذج وفي لوحه كده جميله شديد بيرسموه الرواندين في بوغاندا دي بغض النظر عن انت منو يعني، فهذه كده يعني جميله شديد، وفي نفس الوقت يعني لو اللي هو له اثر كبير شديد برضو، لانه هسه حاليا يعني من خلال النموذج بتاع التاج السلمي ومن خلال اللي هو النشاطات الصغيره زي موغاندا دي، رواندا مصنفه من اكثر الدول اللي هي نظيفه وفي نفس الوقت النسيج بتاعه مربوط وشعبه متسالم ومهيب بالنسبه للسلام والتعايش السلمي، وكذلك برضو ازالت كل انواع التشوهات فيما يتعلق بالتمييز الانثوي وغيره من النماذج الاساسيه فيما يتعلق به اللي هو المجتمع وغيره. محمد بره، نحن في خواتيم هذه الحلقه، شنو الرساله
الممكن توصلها للشباب السوداني. الآن هم لاجئين ومشردين خرجوا مجبرين إلى بلاد أخرى، ما النصيحة الذي تقدمها لهؤلاء الشباب وهم في دول المهجر؟ الجانب الأهم والمهم في أنه لازم نطور من اللي هو المهارات، ولازم نطور من ذاتنا، لأنه نحن البناء من السودان، ونحن يعني بنجيب السلام بالنسبة للسودان، ونحن بنشتغل في تنمية السودان. وعشان نشتغل في الحاجات ده بيطلب أنه نحن لازم نكون يعني مزودين بمعارف، ومزودين بخبرات، ومزودين بتجارب مختلفة. يعني لأي دول هو قاعد في أي منطقة حاليا، الشعب السوداني قاعد بسبب الحرب، هو مفروض يعني يسعى في يطور من المهارات بتاعه، وكذلك برضه انه يعني يتعمق في دراسة تجربة المكان اللي هو قاعد فيه، ربما هي برضه تجربة مختلفة جدا. وبرضه يعني بيتجي في انه تجربة رواندا المفروض الناس تكتشفها، المفروض الناس تقرا عنها أكثر، ومفروض برضو الناس تعرف عنها أكثر، لأنه أنا زي ما ذكرت إنه في ظروف مماثلة، والظروف المماثلة هي قريبة في إنه التجارب ممكن تتنقل وممكن تتأمم بشكل عام، وبعدها ممكن نعالج اللي هو تقلبات الشعب السوداني فيما يتعلق بالسلام والتنمية. أشكرك جزيلا الأستاذ محمد برة، الأمين العام لنادي بياس الرواندي، وإن شاء الله نلتقيك عبر راديو دبنجا في محطات، وقد أنجزت كثير لهذا النادي وللشعب الرواندي والشعب الأفريقي بشكل عام. أشكرك جزيلا محمد برة، والشكر لكم أنتم سامعي الكرام، إلى أن نلتقيكم في الحلقة القادمة. هذه تحياتي وتحيات فريق العمل، السلام عليكم ورحمة الله.